عندما دخل بشر بن حذلم، اسمعها جيدا هاي، عندما دخل بشر بن حذلم وهو ينادي يا أهل يثرب كما يأتينا إن شاء الله بالمصيبة، لا مقام لكم بها، تجمهرت الناس، خرجت أم البنين. بس التفت لي لأن أنت هاي هواي سامحها، أنا عندي نقطة بيها. تعرف عليها، قالها سيدتي أم البنين عظم الله لك الأجر بجعفر. إيش قالت له؟ عرفون إيش قالت له؟ لا أنا ما سألتك، سألتك عن من؟ ما أدري الأحبة بعدهم وياي ما أدري. عظم الله لك الأجر بعون. إيش قالت له؟ عن عون. عظم الله لك الأجر بعبد الله. عظم الله لك الأجر بقمر العشيرة. علي من تسأل هاي؟ هاي القضية نستفادها من أم البنين عليه السلام، وهي كيفية انتظار صاحب الأمر والزمان صلوات الله عليه. شلون ننتظر الإمام القائم من آل محمد صلوات الله عليه؟ كون هيك عندنا روحية بالانتظار مثل أم البنين. أم البنين منتظرة إمام زمانها. أبنائك قتلوا، تقول لها ما سألتك عن أبنائي، سألتك عن من؟ عن إمام زماني. أبنائي مو بعيني، إمام زماني هو همي، هو عملي. بربك إحنا عندنا هيك روحية بانتظار القائم صلوات الله عليه؟ عندنا هيك؟ قال عاد شلون مستفادين من أم البنين؟ شنو الفائدة المستفادة هنا؟ وين إحياء ذكر أم البنين؟ هذا أمر يهمنا ويفيدنا أنا وأنت. نحيي ذكر أم البنين بانتظار إمام زماننا. علمتنا أم البنين صلوات الله عليه كيف نتعامل مع إمام الزمان، كيف ننتظر إمام الزمان. يعني بربك يجيك واحد يقول لك ابنك قتل، الله يحفظ أبنائكم، بعد ببالك شيء؟ ببالك صلاة؟ ببالك صوم؟ لو بس ابنك بعد تنعم الدنيا كلها توقف عندك، بعد ابنك؟ وأقول لك ابنك الثاني والثالث ورابع، كل هذا وتقول له أجبني عن الحسين. ما سألتك عن أحد، ما سألتك عن أبنائي، أنا أسألك عن إمام زماني، أسألك عن سيد الحسين عليه السلام. نريد نستفاد من أم البنين، نستفاد هالشكل. نريد نحيي ذكرها، نحيي بكيفية انتظار صاحب الأمر صلوات الله عليه. أنا ذا غلطان؟ قل له غلطان.